من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كنت معهم فأفوز.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك وليا.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ألم تر إلى الذين قيل أيديكم وأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
Thank you.
والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا يريدكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد Yeah.
فإذا بوزوا من عندك بني الطائفة منهم غير الذي إذا غرزوا من عندك بني الطائفة أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من Bye.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وأعرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة لا ريب فيه
القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.